عودة لعشر صحف الأهلي وأولى الفقرات الحوارية. وزي ما قلنا لكم في مقدمة حلقتنا النهاردة، الفقرة دي هنتكلم من خلالها عن كرة القدم العالمية. هنفتح ملف كاس أمم أسيا وكمان الدوريات الأوروبية المختلفة مع ضيفنا العزيز اللي منورنا ومشرفنا، الأستاذ عبد القادر سعيد الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا أستاذ عبد القادر. صباح الفل عليك وصباح الفل على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين، وإن شاء الله يبقى يوم جميل على كل مصر. يا رب يا رب. والله يا رب يبقى يوم جميل وتبقى فترة مختلفة على المنتخب ويبقى في كلام مختلف شوية بقى اللي جاي ونلاقي حلول بجد. بص الأمنيات كبيرة والأمنيات كتيرة جدا، ومش هينفع إن احنا نبدأ الفقرة دي غير لما نتكلم دلوقتي عن وضعنا. استاذ عبد القادر احنا احنا فين يعني؟ بس احنا كل مره احنا هناك قوي. لا لا الموضوع هنطول هناك يا استاذ عبد القادر ولا هنرجع سريعا؟ لا شكلها هنطول. شكلها هنطول. طب عشان ما تطولش ايه اللي لازم يحصل قبل ما ندفع معاك بقى الملفات؟ ده سؤال بنطرحه كل سنه، خلي بالك هو سؤال سنوي معانا. لو فتحنا ارشيف مثلا الاهرام سنه 1920 هنلاقي نفسك قبل ما نعمل كوره اصلا. لا هو نفس الكلام اللي بيتقال كل مره. يعني احنا مثلا على سبيل المثال امبارح كان المفروض اتحاد الكره استقر على مدير فني اجنبي وعين محمد يوسف. قال لك هنجيب مدرب وطني. طب مين المدربين الوطنيين المطروحين؟ مش عايزين يقولوا يعني. هو في تسرع ليه في التصريحات؟ ما نهدى نقرر مع بعض نتشاور وبعدين نطلع تصريح. هو الفكره ان بيبقى في مثلا ناس قاعدين على الترابيزه كل واحد برأي، فكل واحد عايز يسرب رايه وبيشوف هل الناس هتتقبله ولا لا. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. يعني دلوقتي قال لك لا نوفر الدولارات اللي هياخدها المدير الفني الاجنبي او اليوروهات او ايا كان العمله الصعبه اللي هياخدها ايه، زي ما شفنا فيتوريا ومرتبه الكبير جدا الراجل، يعني واخد شارت جزائي 600,000 يورو رقم لا 600 وعنده 200 اصلا راتب، يعني 800 فعلا أوكي. لكن هو الشرط الجزائي الواحد 600,000، فقال لك نوفر الفلوس دي بما ان كده كده يعني ما بنكسبش يعني النتيجه واحده في النهايه. فمين المديرين الفنيين المصريين اللي على الساحه المطروحين دلوقتي؟ هي دي علامه استفهام كبيره. يعني حتى هم ما بيقولوش مين الشورت ليست مثلا. هي مش علامه استفهام عند الجمهور، لان الجمهور قال قولوا في هذا الاطار، ودي مش المره الاولى اللي يقولوا فيها قولوا. فكره حسام حسن تحديدا عشان يبقى الكلام واضح بنتكلم عليه. هو طبعا يمكن حسام حسن هو اللي متصدر الترند في القصه دي دلوقتي. الناس وكابتن كلها علي ماهر اسمه طلع برضه. وكابتن علي ماهر اعتقد ما فيش حد ثالث. يعني في كلام بقى بعيدا عن المدرب الوطني المحلي، ابتدى يبقى في كلام عن فيتسو موسيماني. الله طبعا نتقال فعلا. ده ابداع والله. اتقال يعني كيروش يرجع ماشي، فيتسو موسيماني للمنتخب. كيروش يرجع ونرجع كوبر بقى ونجيب جيرجيني. طب لو هنرجع بقى بنرجع كابتن حسن شحاته والدنيا تحلو معاه. وحسن شحاته لو قلت له يرجع مش هيقول لا. يعني كابتن حسن شحاته لو قالوا له يرجع هو الراجل هيرحل. هو نفسه على فكره يعني، وكان مرشح قبل فيتوريا وكان في كلام انه خلاص هيتفقوا معاه. لكن يمكن الكلام اللي بيتقال دلوقتي انه ممكن ياخد منصب بقى على اشراف على اتحاد الكوره، على منتخب مصر في اتحاد الكوره. يمكن هو المنصب ده حتى الان بعد حازم امام يعني في ضبابيه حول هذا المنصب، هل هيستمر هل مش هيستمر. برضو تسريبات بتخرج من اتحاد الكوره، وانا قصد اقول تسريبات لانها تسريبات فعلا بتطلع من اتحاد الكوره، مش مجرد اخبار. هم يعني بلالين هوا كده بيشوفوا هل الناس هتتقبلها ولا لا، نلغي المنصب ده ولا ما نلغوش، احد الاعضاء عايز يستقيل. طب لما هو عايز يستقيل ما استقالش ليه؟ المنصب ده اتحسن بالفعل يعني مش كده برضو نهواند ولا ايه؟ يعني على مدير فني؟ المدير الفني للاتحاد. هو قال لك كابتن علاء نبيل ده الاسم اللي لا انا قصدي المشرف على المنتخب. يعني في كان حازم امام كان هو المشرف على منتخب مصر. كابتن حسن شحاته كده كده قيمه وقامه وجوده في اي مكان يشرفه وينوره وكلنا هنستفيد. طبعا الفكره ان احنا نختار حد يخطط للمنتخب او حد يخطط للمنتخبات عموما مش منتخب مصر الاول. يعني احنا مين اللي هيختار المدير الفني؟ اعضاء اتحاد الكوره. طب ما هم فشلوا قبل كده. لا احنا عايزين بقى لجنه فنيه زي ما بنشوف في الاهلي، زي ما بنشوف في الانديه الكبيره، لجنه فنيه فيها 3 4 ناس حكماء، لجنه حكماء زي ما بيقولوا، لجنه خبراء، وهم اللي بيختاروا. اللي انت فيه ده يا استاذ عبد القادر يعني ازاي تقول حاجه زي يعني؟ طبعا ده لازم يبقى موجود ومن زمان على فكره، مش حاجه جديده. يعني ناس نجحت زي كابتن حسن شحاته، الراجل يعني عنده نجاح غير طبيعي. صحيح. ان هو يقدر يقول لك المنتخب ده ينجح ازاي لو مش هو هيكون في منصب المدير الفني. لا هو عارف الدنيا هتمشي ازاي وعارف هيخطط للدنيا ازاي. وفي اسماء كتير على فكره، ومش لازم برضو ناس عندها خبرات كبيره قوي. لا في ناس كمان على مستوى الكوادر الشابه اللي احنا بنشوفها مؤخرا، لا في ناس محترمه وفي ناس تقدر يبقى عندها الاداره الرياضيه بشكل محترم جدا. لكن الفكره ان احنا لما بنيجي بنختار في اتحاد الكوره ما بنختارش صح للاسف، بنختار بنشوف الارخص فين. يعني بنشوف الارخص ايه بالرقم اللي احنا جبناه ده. يا ريت بنشوف الارخص.
ما هو الارخص بالنسبه، ما هم بيدوروا في سيفيهات كلها ناس تقيله، فلما يجي واحد يقول لهم انا هاخد 400,000 وواحد تاني يقول لهم لا انا هاخد 200,000، هيقول لك كتبوا 200,000. ما دربش منتخبات قبل كده مش مشكله، يعني احنا عندنا فرقه كويسه واي حد هينجح. طب هم ليه مش بيعرضوا؟ يعني مثلا ليه ما بيبقاش فيه شفافيه ومؤتمر صحفي يقول لك احنا عندنا 3 سيفيهات، ده بكذا ده بكذا ده بكذا، ويبقى فيه زي تشاور او حتى معلومات الناس تعرفها. يعني ما ممكن يكون على فكره في اسماء ثانيه طرحت، لان بفيتوريا ما هوش برده عقده رخيص مقارنه بالمديرين الفنيين الاخرين لافريقيا يعني، والناس تبقى فاهمه بس ان على الاقل في الاخر يتقال اتحاد الكره ده اشتغل وحاول وبيوفر وبيجيب احسن سي في وفقا للامكانيات، يعني يدوا لنفسهم حتى كريدت. يعني هو في كلام طلع ان هم كلموا هيرفي رينار مثلا، هيرفي رينار اللي ضرب السعوديه في كاس العالم وكسب بطوله افريقيا مرتين مع كوت ديفوار مع زامبيا، مدرب منتخب فرنسا للسباق راجل. قلت في كلام، حد بقى صرح ان كان الكلام ده اصلا؟ لا ما انا مركز على كلمه تسريبات، ان كل شويه اتحاد الكوره ما بيتكلمش بشكل رسمي، هو بيطلع مصادر في نشرات بتتوزع على الصحفيين بشكل غير رسمي برضه عشان ما تمسكش عليهم حاجه يقول لك انا ما قلتش كده، مين قال لك ان انا بكلم هيرفي رينار؟ طب السعر كان كام تقريبا الديل؟ يعني هيرفي رينار ما اعلنش طبعا المرتب بتاعه، بس اكيد هو رقم كبير، لان انت بتتكلم راجل كان بيدرب السعوديه دلوقتي بيدرب منتخب فرنسا، فاكيد رقم كبير، اكيد اكتر من الرقم اللي كان بياخده فيتوريا. لكن اللي طلع امبارح ان هو مدير فني محلي علشان نوفر فلوس، يعني المدير الفني المحلي هياخد مرتب طبعا مش اقل من 1,000,000 جنيه، يعني زي ما شفنا قبل كده مع كابتن حسام البدري او كابتن ايهاب جلال. لكن الفكره ان المدرب المحلي هم بيجيبوه هم مش مقتنعين بيه، زي ما ايهاب جلال الراجل لعب ماتش واحد رسمي ومشوه، والماتش الواحد كمان ما كانش، ده تخبط في القرارات بصراحه. طبعا يعني انت يعني اسرع اقاله في التاريخ اعتقد ان مدرب يجي يمسك منتخب ماتش واحد ويمشي. حاجه ما حصلتش، ده بيؤكد ان الاختيار من الاول غلط. احنا كده لغايه دلوقتي المحليه خدتنا من العالميه، فاحنا عايزين نفتح معاك الملفات العالميه ونستهل الكلام بامم اسيا ورؤيتك للنسخه دي من كاس امم الاسيويه وشكل المنتخبات العربيه في النسخه دي من البطوله. طبعا هي في نجاح كبير للمنتخبات العربيه في البطوله دي، عندنا 2 عرب في السيمي فاينل، منتخب الاردن ومنتخب قطر، كنا ممكن نشوف السعوديه كمان بتلعب الاردن لولا خروجها بركلات الترجيح، وفلسطين طلعت كوريا الجنوبيه 16 في وقت سابق، وفلسطين طبعا لا في تالق عربي كبير على عكس بطوله افريقيا اللي ما فيهاش ولا فريق عربي في السيمي فاينل ولا في دور الثمانيه حتى. لكن لا المنتخب الاردني الحقيقه يعني فكرنا بانجازات كابتن محمود الجوهري، هو يعني يمكن من صناع النهضه في الكره الاردنيه، بعديه كابتن حسام حسن كمان وصل كمان على فكره، يعني بيعتبروا نفسهم طبعًا يعني حافظين الجميل ده الكابتن جوهري الحقيقه. هو هناك كابتن جوهري ليجند بالنسبه للاردن، يعني هو بيتضرب بيه المثل هناك، فان عموته عمل الانجاز ده فقالوا ان هو يعني مشي على خطى كابتن محمود الجوهري، لا انجاز كبير طبعا، واثبت انه مدرب كبير كمان عموته ان هو يقدر يوصل بمنتخب الاردن لاول مره للسيمي فاينل، وعنده فرصه ان هو يوصل لاول مره في تاريخهم للفاينل. منتخب كوريا شفناه امام منتخب السعوديه، يعني منتخب سريع زياده عن اللزوم، يعني بيلعبوا بسرعات بينقلوا الكوره بسرعه بشكل غريب، الهجمات المرتده بيعملوها بسرعه جدا، فاعتقد ان المنتخب الاردني لازم يخلي باله في الماتش ده ان هو يبدا المباراه وهو بيدافع ما يسيبش مساحات، لانه لو ساب مساحات خلاص يعني المنتخب الكوري هيكون عنده طبعا فرصه كبيره جدا ان هو يعاقب المنتخب الاردني. لكن ماتش قطر وايران اعتقد برضو الفرصه اكبر للمنتخب القطري، انه بيلعب بدعم كبير جماهيري كبير جدا، بيلعب في الارض المفضله ليه، وبالتالي شفنا كمان منتخب ايران بيتقال بركلات الترجيح اكتر من مره، فبرضو مش هو الفريق اللي يخوف، فاعتقد ان ممكن يعني اتمنى كمان ان احنا نشوف نهائي عربي بين قطر وبين الاردن ان شاء الله. صحيح كان في واقعه كده يعني ناس كتير وقفت عندها وكانت غريبه، يعني فكره ان المدير الفني المنتخب الاردني حصل يعني مش مجرد خلاف كده واختلاف في الرؤى ووجهات النظر بينه وبين واحد من اللعيبه البدلاء بالظبط كده، الموضوع خد بعد تاني خالص. يعني بنشوف حاجات زي دي في الكوره، يعني شفناها كتير قبل كده حتى في اوروبا، بس دي تحديدا قلما نشوف حاجات مشابهه، يعني الشكل ده والتفصيله دي متهيأليش انها اتكررت كتير. لا هي طبعا واقعه غريبه، مشادات لكن مش تبادل لكمات وحاجات. لا طبعا غريبه، يعني كنا ممكن نشوفها قبل كده على فكره في مصر، يعني في 2006 ميدو وكابتن حسن شحاته كان ممكن الموضوع يوصل لكده لولا تدخل سعد حسام حسن، يعني حسام حسن اللي فصل ما بينهم، لكن الفكره هنا ان ما كانش في حد فصل ما بينهم. طبعا كان مشهد مؤسف، لكن يعني دي حاجات بتحصل في الكوره كتير، يعني ممكن ما تكونش في الماتشات اللي في التوب ليفل، ممكن يبقى لها انعكاسات بقى في اوضه اللبس وفي نفسيه اللاعبين الى اخره. طبعا هي ازمه كبيره، ازمه كبيره وتهز ثقه الناس في الاثنين اللي بيتخانقوا سواء المدرب او سواء اللاعب، الناس بتبتدي تشوف ده هيكون رد فعله ايه، ده هيكون رد فعله ازاي، فالموضوع طبعا بيعمل ازمه كبيره، لكن يعني اعتقد انها عدت، يعني مش هتكمل في مشكله كبيره بالنسبه لها. طيب ليه المنتخبات العربيه بيتقال لك في أمم آسيا عاملين
اداء، لكن في امم افريقيا ما كناش موجودين تقريبا. ايه النقطه يعني؟ يعني اعتقد ان لو جينا نبص للسكواد بتاع السكوادز بتاعت منتخبات اسيا مش هنلاقي محترفين في اوروبا كتير قوي زي المنتخبات العربيه. لو بصينا للمغرب، لو بصينا للجزائر، هتلاقي مصر. تقريبا 99% منهم مصري، يمكن نسبه كبيره برضو، لكن عندنا المحليين موجودين. يعني لو بصينا التشكيل الاساسي يعني ممكن نلاقي 5 محترفين والباقي 6 مثلا محليين. فاعتقد هي دي اللي بتفرق، ان اللعيبه في اسيا جعانين كره اكتر، اللعيبه في اسيا العرب عايزين يثبتوا نفسهم اكتر، اما اللعيبه اللي في افريقيا العرب هم بيفكروا اكتر في انديتهم. انت بتتكلم المواسم في اوروبا، الموسم في اوروبا مشتعل، يعني الدوري الاسباني، الدوري الانجليزي، الفرنسي، كل المواسم شغاله وفي ماتشات كبيره. يعني كان زمان صلاح موجود معانا دلوقتي وليفربول بيلعب تشيلسي وبيلعب ارسنال، وشوف الارسنال كان بيلعب مين، فالماتشات صعبه. على ذكر صلاح والنبي ابن حلال، نرجع تاني على ذكر صلاح، لان برضه ابتدى يبقى في كلام في الفتره الاخيره بعد ما طبعا تم الاعلان عن رحيل يورجن كلوب بنهايه الموسم ده. ناس كتير قوي كانت رابطه استمراريه محمد صلاح مع ليفربول بالعلاقه شديده الخصوصيه والمحبه المتبادله اللي بينه وبين يورجن كلوب. فبمشيان يورجن كلوب ناس كتير شايفه ان وارد كمان ان محمد صلاح هو كمان يرحل. انت طبعا شايف ايه بقى؟ طبعا هم حتى سالوا كلوب قالوا له صلاح هيجدد عقده ولا لا، وفي اكتر من لاعب المفروض ده موعد تجديد العقد بتاعه. فقال لهم ما رضيش يعلق الراجل، قال لهم الامور دي تخص الاداره يعني، واحنا لسه بدري قوي على الموضوع ده. يمكن صلاح فاضل له موسم ونص دلوقتي، يعني الصيف ده يبقى فاضل له موسم واحد، يعني ان يعني لو ده في يناير اللي جاي موسم بدون يورجن كلوب بالظبط، يعني في يناير اللي جاي يقدر صلاح يوقع على اي نادي وانتقل ليه في الموسم اللي بعده. فهي فكره مستقبل صلاح دايما ضبابيه برضو غير واضحه الملاعب المعالم. الموسم اللي فات كان ممكن جدا نشوف صلاح في اتحاد جده في الدوري السعودي. يمكن يورجن كلوب كمان كان ليه تاثير كبير على محمد صلاح ان هو يستمر، لان محمد صلاح يعني المعلومات اللي عندي ان هو الراجل ما كانش معترض قوي على فكره ان هو ينتقل للدوري السعودي، كان سايب الباب مفتوح، يعني قال لهم شوف هتوصلوا مع الاداره لحد فين وبعد كده نتكلم. فالاداره رفضت فعلا، يعني هو كان عنده رغبه ولو حتى بنسبه صغيره. صلاح ما كانش عنده مانع ابدا ان هو يروح الدوري السعودي. بس ايه السبب؟ لان انت دلوقتي لما بتتكلم عن دوري السعودي مع كل احترامي انت بتتكلم مش مستقبل، بتتكلم ماده طبعًا. فصلاح طبعًا. ليه بيدور في السن ده على ماده مش تاريخ؟ يعني هو انا استغرب من تصريح قد يكون عشان وصل للسن ده نفسه. لا بس لسه يا كريم لسه في اوائل الثلاثين خالص. فاكر فيلم جاد فازر لما قال له هديك عرض لا يمكن رفضه؟ هو ده هو عرض ما ينفعش يرفضه، يعني عرض هي العروض دي بقى يعني عرض فعلا ما ينفعش يرفضه. ما بنشوفهاش يا لهوي ما تدوسش على الجرح. فهي دي المشكله، يعني ما يقدرش يقول لا. هو الراجل ما يعني هو المفروض ان هو يستمر، بس هو ما قدرش يقول لا. قال لهم انتوا بتكلموا مع الاداره، فهو حظه حلو ان الاداره رفضت. الحسبه معقده على فكره، يعني لو الواحد فينا مكانه بيتهيألي هيستك في الحته دي. طبعا طب اللي خلى نيمار مثلا يسيب باريس سان جيرمان ويروح الهلال وما لعبش ولا هيلعب، يعني الراجل راح ولا لعب ماتشين ثلاثه ولا هيلعب، هو مصاب بس هو اسمه في الهلال وبيتباع تيشيرت نيمار دلوقتي. حتى طبعًا. في مصر هتلاقي الاطفال لابسين تيشيرت الهلال وعليه نيمار، هتلاقيهم لابسين تيشيرت بنزيما. يعني فكره طبعًا. انتشار الانديه السعوديه حتى في مصر تحديدا وفي الوطن العربي ده بالنسبه لهم نجاح كبير جدا. فهم اللعيبه كسبانين والدوري السعودي طبعا كسبان مش فلوس، يعني دي تعتبر دعايه دعايه للدوري بالظبط، دعايه للدوري، دعايه للبلد. هم بيستعدوا كمان لكاس العالم 2034 اللي خلاص كسبوا حق تنظيمه، فهم هيعملوا كده ولسه هيعملوا ومستمرين. وفي الصيف الجاي هتلاقيهم بيتكلموا مع صلاح تاني، وفي كلام ان هم هيتكلموا مع كيفن دي بروين كمان نجم مانشستر سيتي. فالمشروع اعتقد ان هو هيستمر، واعتقد طول ما هو مستمر صلاح هيروح لا محاله، سواء الموسم ده او سواء بعد نهايه عقده. اعتقد صلاح السنه دي يعني بقائه حطه في التوب 10 في قائمه هدافين الدوري الانجليزي عبر التاريخ. الراجل عدى 150 هدف، يعني طبعا مستحيل يوصل لالان شيرر اللي عنده 260 هدف، يعني بتتكلم في فرق اكتر من 100 هدف. لكن اعتقد ان استمرار صلاح في الدوري الانجليزي موسم كمان ممكن يعزز رقمه ويخليه فعلا هو بالفعل خلاص صلاح بقى من اساطير الدوري الانجليزي. لكن هو يتقدم كمان في قائمه الهداف التاريخي، يبقى المركز الخامس، يبقى المركز الرابع، يتخطى سيرجيو اجويرو مثلا مسجل 180 هدف، فده هيكون نجاح كبير لصلاح. فاعتقد ان صلاح لازم يتمسك بالفرصه ان هو يستمر موسم 2-3. كده كده هيروح السعوديه في الاخر، وكده كده المرتب الكبير اللي هو رفضه دلوقتي هيجي له، ويمكن يجي له اكتر كمان، لان شفنا رونالدو جاله رقم برضو خزعبالي. يعني هو المفروض انه كان بيعتزل، ولقينا ان رونالدو هناك يعني حته الشغف بقى، يعني رونالدو لو بيلعب في الشارع هيبقى عايز يكسب. فهو راح السعوديه هو متخيل ان هو في اوروبا وبيلعب بنفس الشغف وبنفس القوه ونفس التاثير ان هو في اوروبا، على عكس لعيبه ثانيه
عندك رياض محرز مثلا، الراجل مش في دماغه في الدوري السعودي، ما شفناهوش. فيرمينو ما شفناهوش. شفت تعبيرات وش كريستيانو رونالدو وهو بيتابع مباراه فريقه مع انتر ميامي بوجود ميسي؟ لو بيلعب بلاي ستيشن هيتخانق عشان يكسب يعني، هو هي دي طبيعته. فهو بيلعب هناك، هم اقنع نفسه ان هو بيلعب في ريال مدريد ان هو لازم يكسب. حتى لما كسب البطوله العربيه شفت كان بيحتفل بالكاس اكتر من ميسي محتفل بكاس العالم يعني. فهي دي شخصيته، هو ده اللي مخليه مكمل لحد دلوقتي، هو ده اللي خلاه اسطوره يعني. انت لو هتتكلم على احسن خمس مهاجمين في التاريخ ككوره، انا مش هحط بينهم رونالدو يعني، هحط رونالدو البرازيلي، هحط بيليه، هحط ميسي، هحط رونالدينيو. رونالدينيو ما هو في احرف من كده يعني، الراجل يعني ساحر، ده ساحر، مفيش حد يقارن بيه حتى من وجهه نظري، واحرف من ميسي كمان، واحرف من مارادونا. رونالدو الظاهره، رونالدو البرازيلي ده احرف حد شفته في حياتي برضه يعني، راجل مش طبيعي. لكن لما تيجي تختار احسن لاعب في التاريخ هتحط رونالدو قبل كل دول. ده بسبب الشغل، ان هو بيشتغل على نفسه، بيشتغل عارف قيمه ان هو لعيب في انديه كبيره، وعارف قيمه ان هو لازم يشتغل على نفسه اكتر علشان يوصل لاعلى مكانه. هو موجود دلوقتي اعتقد ان هو في دماغه ان هو يظهر في كاس العالم 2026 يعني، هو لسه ما رفعش الرايه البيضاء زي ما بنقول. يمكن فوز ميسي كمان بكاس العالم يخليه يكمل تشالنج اكتر، حتى لو هيقعد على الدكه مش هيشارك غير يرفع الكاس في الاخر. لا اعتقد يعني من وجهه نظر ان رونالدو مش هيستسلم قبل 2026، خاصه ان منتخب البرتغال عنده جيل يخليه يحلم بكاس العالم، يخليه يحلم بالفوز بكاس العالم. هو 2026 يبقى رونالدو عنده كام؟ 40 اعتقد، 42 يعني، اعتقد 41 يعني حاجه أعتقد كده يعني. اعتقد مش فاكر بالظبط يعني، ممكن زمايلنا يقولوا لنا، بس اعتقد ان هو 42 سنه، وده رقم يعني. في لعيبه شاركت في كاس العالم وهم اكبر من كده، عصام الحضري مثلا، بس دول حراس. لكن انت بتتكلم على مهاجم ان هو يشارك ويلعب، اعتقد لو رونالدو موجود في السكواد ده طبعا، زي احنا شفنا البطوله اللي فاتت ما كانش اساسي اغلب المباريات يعني. لكن لو هو موجود في البطوله دي ونزل كل ماتش خمس دقائق هتتحسب له ان هو خد كاس عالم. بس المشكله ان الناس بتاعت رونالدو هيقعدوا يصدعونا بقى، يقول لك ده خد كاس عالم زي ميسي، وميسي طبعا هو جاب كاس العالم للارجنتين. بالظبط يعني دي حقيقه، هيحسبوها له ساعتها زي ميسي، اللي ميسي كان شايل الارجنتين على كتافه وبيجري بيها يعني. لكن في النهايه اعتقد برضو بصراحه يعني، عشان اكون حقاني، لا رونالدو وعلى طول شايل الفرق والمنتخبات والمنتخب على كتافه. دي حقيقه، وجوده اصلا برضو بيبقى ليه تاثير طبعًا كبير طبعًا مع المنتخب، حتى فعلا لو ما شاركش، بس الكلام ده حقيقي يعني. طبعا بس لو ما عملش مشاكل، لان في البطوله اللي فاتت شفنا وبيتخانق مع برونو فرنانديز على الهدف يعني، عشان لمست راسه ولا ما لمستش راسه. أيوة. فلا دي كانت من وجهه نظري حاجه مش صحيه برضو في معسكر منتخب البرتغال يعني. ميسي ما بيتخانقش؟ لا طبعا، ميسي هما بيتخانقوا. على فكره اللي نجح الارجنتين ان هما اللي بيتخانقوا عشان ميسي، اللعيبه كانوا هما اللي بيحاربوا علشان ميسي يستحق هذه النهايه، وهم شايفين ان هما بيلعبوا مع لاعب اسطوري. يمكن الناس كلها مش فاكره اكتر حاجه فاكراها لميسي في البطوله هو الاسيست اللي عمله قدام المنتخب الهولندي يعني، الكره اللي باصاها مش عارفين لحد دلوقتي باصاها ازاي، الناس نسيت الاهداف اللي جابها. صحيح اغلبها من ضربات جزاء، ولكن الاسيست ده تحديدا، لا ده بيقول لك ان ميسي ده يعني حاجه ما حصلتش، حاجه لا بس هو مش بيسفل قوي برضه، خلي بالك يعني، ليه وقائع كتيره يعني. اللي انا فاكراها لما اتخانق مع تقريبا مدرب هولندا، كان الماتش مع هولندا. لا ما دي تمام يعني، انا ما عنديش مشكله تمام مع دي. اوكي، ما انت بتتخانق مع المنافس عادي، المهم تتخانق مع الزمالك. طبعا هي الكوره كده، انا احب اللعيب اللي زي جاتوزو اللي هو يخش يضرب اي حد. طب بالعكس بقى، انا شايفه ان انا اتخانق مع حد معايا في التيم مبلوع، لكن اروح للمدرب بتاع منتخب تاني واتخانق معاه، دي اللي مش حلوه. هم اثروا عليه، هو هي تقول لنا كلمتك. والله بصي، ميسي يتحمل مسؤوليه الوقوع. لا ميسي يعمل اللي هو عايزه. لا ما يعملش، يتخانق مع زمايله ويتخانق مع الجمهور، ده ميسي في نهايه المطاف. طيب مش هنختلف، خلينا نكمل ونتكلم عن الدوري الانجليزي شويه، لان برضو انا وكريم كنا بنتابع قبل الهوا، وفكرة هنا بتتكلم عن ليفربول ومان سيتي وارسنال. ناس كتيرة كانت عندها امال ان ارسنال الموسم ده يبقى فيه تقدم عن الموسم اللي فات، لان هي كانت الموسم اللي فات كان فريق فعلا بيأدي، فريق عنده طموح، تحس عايز يعمل كامباك بعد سنوات من الاختفاء شوية. هل نقدر نقول ممكن يحصل ده الموسم ده؟ هو طبعا ارسنال دلوقتي ليفربول متصدر ب 51 نقطة وراء مانشستر سيتي وارسنال، الاثنين عندهم 49 نقطه، فلسه في كلام كتير، لان احنا بنتكلم لعبنا 23 ماتش، السيتي لعب 22 ماتش بس، يعني قدامنا لحد الاسبوع ال 38، وبالتالي في وقت كبير جدا لكل الفرق انها تكمل في المنافسه. يعني بنتكلم 14 13 15 ماتش لكل فريق، والسيتي فاضل له 16 ماتش، ده موسم ثاني يعني، ممكن كل حاجه تحصل فيه. طبعا الخساره بتاعت ليفربول امام ارسنال هيكون ليها تاثير كبير جدا، لان فاكرين كل سنه كان ليفربول بيخسر الدوري
الدوري بفارق نقطه، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي. مانشستر سيتي عنده ماتش مؤجل، لو كسبه هيبقى فوق ليفربول بفارق نقطه، فيعني عاملين زي دخلنا فيلم الف مبروك تاني، اللي هو نفس السيناريو كل مره. وخلي بالك السيتي بيبقى فارق نقطه وليفربول مستني يتعادل ماتش، يروح السيتي كسبان 14 ماتش ورا بعض، يروح كسبان 11 ماتش ورا بعض. غريبه قوي يعني، يعني ما بيغيروش يعني، ما غيروا، خلوها فرق اهداف المره دي. سياحه كوره حلوه وماتشات تقطيع وحاجه محترمه جدا، متعه فعلا. هو من وجهه نظري هو ده الرول موديل بتاع الكوره في العالم، الدوري الانجليزي. طبعا. انت بتتفرج على ماتش، لو فرقتين ال 19 وال 20 انت هتتمتع كوره. صحيح. والسرعه هناك، السرعه هناك غير طبيعيه. انت الى اي درجه بقى التفاصيل دي تنطبق على الدوري الاسباني اللي عايزين نقف معاك عنده شويه، ولا سيما الديربي المدريدي بين اتلتيكو مدريد وريال مدريد والتعادل ما بينهم؟ لا، هو في اختلاف كبير ما بين الدوري الاسباني والدوري الانجليزي. يمكن الدوري الاسباني حتى في الفتره الاخيره فقد كتير من بريقه بعد رحيل النجوم الكبار زي رونالدو زي ميسي، حتى بعد رحيل بنزيما ريال مدريد دلوقتي بيبحث عن واحد يبقى هو النجم بتاع الفريق. فينيسيوس بنشوفه احيانا، رودريجو بنشوفه احيانا، هم بيدوروا على مبابي. مش كانوا في كلام ان مبابي احتمال؟ اعتقد انها يعني بتخلص خلاص بشكل شبه رسمي، لان اكتر بتخلص بمعنى هتتم ولا هتتم هتتم, طيب هتتم طبعا بالزبط. لان اكتر من مصدر كبير جدا في اوروبا وفي اسبانيا قال ان خلاص الاتفاق تم، وفي كمان كلام طلع ان باريس سان جيرمان بصدد الاعلان عن خلاص عدم تجديد عقده. هو تحس باريس سان جيرمان عايز يخلص من ملف عايز يقفل مبابي القصة بكل طبعًا. ما يحمله يعني من هو كمان غريب اللي حاصل مع باريس سان جيرمان عموما، يعني فريق فرنسي استقطب اهم واكبر واتقل اللعيبه بالظبط، وفي الاخر ما عملوش يعني المنتظر منهم، وان كانوا طبعا كانوا متسيدين الموقف، كان بينافس نفسه بطبيعه الحال في الدوري الفرنسي، بس بعد كده في الدوري الفرنساوي بعد كده بقى الفريق بيلفظ لاعبيه انجاز التعبير. ليه ده ما هو هم يعتبروا يعني المشروع بتاعهم فشل، يعني ما قدروش يكسبوا بطوله دوري ابطال اوروبا، وبالتالي ده فشل بالنسبه لهم. انت بتتكلم ان انت بتتحمل فاتوره رواتب غير طبيعيه، انت عندك كان عندهم ميسي، كان عندهم مبابي، كان عندهم نيمار، غير بقى اللعيبه اللي هي بتاخد برده مليون يورو، 800 الف يورو في الاسبوع والكلام ده، حاجات بسيطه، حاجات فكه بالنسبه لميسي وبالنسبه لمبابي. فده يعني بيدوا له مكافاه توقيع 75 مليون يعني عشان يوقع بس يجدد، مكافاه ولاء. لا فلوس ملهاش حساب. مكافأة ولاء كام؟ مكافأة ولاء اعتقد كانت 75 مليون يورو. 75 مليون يورو. وهو لو فضل هياخد مكافأة ولاء وهو ماشي يعني. ده دي حاجة ملهاش علاقة بأي حاجة، ده لا عشان هو بس الولاء. عشان انت بس بتحبنا وقاعد معانا وما رحتش ريال مدريد. هو قد ايه الحب جميل؟ الحب ابو 75 مليون ده لطيف الحب ده. طبعا يعني ارقام خرافيه بنشوفها، ونفس الكلام في مانشستر سيتي مع هالاند، يعني هالاند عنده في عقده برضه. الفقره بتفرط مننا يا استاذ عبد القادر، الفقره بتفرط مننا. احنا نقفل على كده وبارك الله في مراجع. لا بس مبابي بيضحك، نورتنا وكرمتنا، نشكرك على وجودك معانا النهارده جدا، واكيد هيكون للحديث بقيه ان شاء الله في الفتره اللي جايه باذن الله. شكرا، كرامه ممتعه بجد استاذ عبد القادر، نورتنا. شكرا. ونتمنى يكون في اختلاف بقى مع المنتخب المصري، يعني هننهي كلامنا باللي ابتديناه، ان شاء الله يكون في اختلاف للمنتخب المصري. هي دعاوي يعني، هنقعد ندعي بس مش عارفين امتى هيبقى الدعوه حقيقه، بس عندنا امال. خلينا نقول احنا بنهزر، بس اكيد كل جوه كل واحد فينا عنده امل ان في يوم من الايام هنشوف المنتخب بتاعنا زي ما كنا بنشوفه زمان، يعني هي مش معادله مستحيله الحقيقه يعني. خلينا نروح فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم.